سعيد بلقائكم من جديد، واهلا وسهلا بكم اعزائي اعزائي متتبعي ومتتبعات قناه تيليماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم جلسه رياضيه. جلسه رياضيه موعد حواري للنقاش والتداول والحديث في شؤون كره القدم وخاصه المواضيع المثيره للجدل. دائما وكالعاده ثلاث محاور، وهذه المره مع ثلاث ضيوف. في المحور الاول نتوقف عند القرعة والمنافسات الحارقة التي تنتظر الأندية المغربية في منافسات الكأس الإفريقية. في المحطة الثانية نتوقف عند عصبة عبد دكالة، عصبة على سطح ساخن، ونختم بتدوينة مثيرة للجدل تتعلق بمنتخب المحلي. لمناقشة هذه المحاور يحضر معي في بلاتو تيليماروك ضيوف لهم صلة وارتباط بهذه المحاور. مثلكم جميعا كنشكرهم على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك سي علي الديدي، المندوب الجامعي الفاعل في الحق الكروي والحكم السابق، مرحبا بك معنا في بلاطو تيليماروك لأول مرة. شكرا سي حسن، تحياتي لك وتحياتي للمشاهدين الكرام. معنا سي سمير وهبي الرجاوي والمنخرط السابق بالرجاء واحد الفاعلين في عصبه عبد الدكالة. شكرا سي حسن البصري، ومرحبا بالضيوف ديالنا الكرام سي علي الديدي وسي اديب. سي عبد الطيف اديب، مرحبا بك مره اخرى معنا، تمثل الوداد من خلال جمعيه التواصل لمحبي وانصار النادي الاحمر. شكرا سي حسن على الاستضافه. البدايه بقراءه في خصوم الانديه المغربيه في المنافسات القاريه. قبل ما نبداو الحوار والنقاش مع الضيوف الافاضل، نمشيو جميعا نشوفوا واحد التقرير اعده زميلنا رضوان ادريس في الموضوع ثم نواصل الحديث. البطولة الوطنية الاحترافية بديرب اعتيادي ذهابا وايابا، كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، شهدت قرعتها أيضا ديرب بين الرجاء والوداد. أما عصبة الأبطال ومراسيم قرعة دور مجموعاتها، انتظر فيها المغاربة حمل الفريقين الأحمر والأخضر في مجموعة واحدة لنشد ثالث الديربيات وموسما أفريقيا عربيا حارقا، لكن الرياح جرت بما لا تشتهيه السفن. دور المجموعات شاء أن يفرق بينهما. الوداد وضعته الأقدار في المجموعة الثالثة أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقية وبيترو أتليتيكو واتحاد الجزائر، مجموعة بقوتها ستحتم على الفريق الأحمر العمل أكثر، سيما وأن صنداونز يريد رد الدين في مواجهته السابقة أمام الوداد. أما المجموعة الرابعة الأكثر رعبا عرفت تواجد الممثل الثاني للمغرب الرجاء وجها لوجه ثانية أمام فيتا كلوب الذي اقتنص منه لقب كأس الاتحاد العام الماضي بملعب الشهداء، فيما شبيبة القبائل الجزائري حاضر هو الآخر. أما الترجي التونسي سيحمل أوزار حربه الأولى ضد الوداد الموسم الماضي ليستعد لأخرى أمام الرجاء هذا الموسم. حسنية أكادير ونهضة بركان ممثلا المغرب في كأس الاتحاد. مباراة السد الأولى لرجال غاموندي ستكون أمام القادم من زامبيا غرين إيجلز، وبركان سيواجه الفريق الملغاجي فوسا جينيور، مسابقتين إذن قد نشهد خلالهما متوجا مغربيا باللقب في انتظار لانطلاق الرحلة. غادي نبدا بك عبد الطيف، القرعه كيفاش شفتيها؟ فعلا نتكلموا على الوداد. لا نهضروا فعلا القرعه اللي اسفرت البارح في القاهره عطات مجموعات جد ساخنه الفرق المغربيه. الملاحظه الاولى هي ان هناك مجموعه ديال الفرق العربيه شمال افريقيا، ثمانيه ديال الفرق، ويمكن يكون التاسع هو الفريق المصري، وكاينه مواجهات مباشره بيناتهم. هذا هو اللي غادي يعطي لهاد النسخه ديال هذه السنه واحد الطابع خاص، مقابلات ناريه غتكون كتجمع بيناتهم. الفرق المغربيه لا الوداد ولا الرجاء عندهم من تجربه ما يمكنهم انهم يتجاوزوا هاد المجموعات ويمشوا لمراحل كبيره في هاد في هاد في هاد النسخه هذه، وحنا كنتظروا هذا الشيء. الوداد بتجربتها خمس سنوات وهي كتلعب المجموعات وكتاهل، ومن الصدف انها كتلعب مع فريق سان داوز ديال جنوب افريقيا ثمانيه ديال المقابلات ثلاث سنوات، وديما الوداد ولفنا هذاك ولفنا هذوك سان داوز، كون جلس هنا ولفنا هذوك سان داوز ولكن معنا في ولكن كيما بغى يكون الحال، كي قلت الوداد عندها من التجربه ما يمكنها على انها تكون يعني من الفرق اللي عندها نسبه كبيره بانها تاهل في هذا لا من حيث اللاعبين لا من حيث الاعتياد على السفر.
لا من حيث الظروف ديال المقابلات اللي كيتلعبوا في افريقيا، بالاضافه للعامل الثالث اللي اكتسبناه العام الجاي هو الظلم التحكيمي، هو الفار، هو الكاف ومجموعه ديال الامور. الحمد لله الوداد خد تجربه في هذا الباب، هذا هو غادي يساعدنا، ونبغي فريقنا ديال الرجاء الرياضي حتى هو يحقق نفس المسار اللي كنتمناوه الفريق الوداد في هذه المسابقه، لانه الان كنمثلوا المغرب، كنمثلوا لا رجاء الوداد، رجاء الوداد فريق ديال الدار البيضاء، هما قافله ديال الكره ديال المغربيه. بالنسبه للفرق حسنيه اكادير ونهضه بركان، اعتقد انهم طاحوا مع فرق اللي ماشي شي فرق قويه، عندهم مشكل ديال السفر طويل، هذا هو الاشكال اللي غادي يكون عندهم. حتى هما كنتمنى لهم يعني حد موفق باش يدوزوا للمجموعات تاعهم ويمشيو الى ابعد حد في هذا المسابقه. واخا غادي نمشي عندك سمير، انت كرجاوي كيفاش كتشوف القرعه؟ الرجاء، شبيبه القبيل، فيتا كلوب، وترجي، هادو كلهم يعني تقريبا كلهم معروفين، كتاب مفتوح، ما كاينش شي فرقه اللي غامضه ولا شي حاجه، هادو كلهم معروفين. ولا نقدر نقول اضافه اللي قال الاخ اديب، وهو الرجاء والوداد فرق قويه يعني ومنافسه ومعروفه في الساحه ديال كره القدم في الساحه القاريه، وان شاء الله بجوجهم غادي يقولوا الكلمه ديالهم وغادي يكونوا منافسين. شكون في الفرق اللي عندك منهم مخاوف انت؟ وفرق كلهم لحسن الحظ انهم لعبت معاهم الرجاء وكلهم كتفوز عليهم، غير الرجاء كاين شويه التخوف من ان باقا ما كاينش واحد انسجام يعني بين اللاعبين، خصهم يحصلوا على ذاك الانسجام باش عاوتاني يرجعوا كما كانوا ان شاء الله ويكون الخير ان شاء الله. طيب شنو القراءه ديالك سيدي ديدي لهاد المجموعات؟ كاين اللي كيقول قرعه رحيمه، كاين بزاف قال لك سيدي هذه قرعه، راه الا شديتي لي جروب الاخرين هذه هي ما كاينش شي حاجه. هو سي حسن كما قال سي ادي وكما قال سي سمير، حقيقه القرعه انا ما نقولش بانها رحيمه، لان القرعه وخاصه المجموعه ديال الوداد كتعرف بان هذاك الفريق اللي كنا كنلعب اللي كيلعب مع ساندوز اللي كان الفريق اللي هو يعني كما قلنا فريق اللي دائما الوداد كيلقى معاه مشاكل داخل المغرب وخارج المغرب. انما انا لا خفنا على الوداد بكل صراحه، فريق الوداد الان فريق اللي هو متكامل، فريق اللي عاش يعني في القاره الافريقيه واللي استانس بها بواحد 100%، ماشي الفرق اللي هي معاه حاليا كلهم كيعرف معروفه بالنسبه على الصعيد الافريقي، ولكن ما نكونوش شويه الغرور، ما نكونش فينا الغرور، لان كل الفرق كلها اللي مشات لهذا الدور هذا الى فرق اللي هي محترمه وفرق اللي هي عطات الكثير في البلدان ديالها في الواجهه الافريقيه. غير كاين السي اديب واحد المخاوف انا كنشوفها دابا من خلال الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس كينتظروا الزياره ديال الترجي، مخاوف امنيه واستنفار امني من هاد القرعه هذه اللي غتجي ترجينا للدار البيضاء وغتجي ثاني الاسفي، غادي يكون اشكال. لا شوف كنكون على يقين سي حسن، حنا الحمد لله بالتجربه هذا الشيء، مجموعه ديال الفرق كيجيو، فريق ديال الجزائر، فريق ديال تونس من غير الترجي، وكان عندنا معاهم سوابق، الحمد لله كيجيو المغرب، الناس ديال الامن ديالنا والمنظمين كيقوموا بالواجب ديالهم، راه كان عندنا سوابق مع الرجاء سابقا الى عقلتوا النهايه الخالده، وكانت راه الرجاء وتكرسوا تما وداوا اللقب، وديما كيجيو الترجي ولعبوا هنا ولعبوا في بيرجي وكاع، وما كان حتى شي حاجه، انا الحمد لله كنطمئن لهذه القضيه. انا ما عنديش اشكال ملي غايجيو هنا المغرب كيقوم بالواجب ديالو، كيستضيف الناس وحنا كنديروا الواجب علينا، كتمشي ديال الرادس ما يقدرش ما يتكررش. لا كون على يقين، حنا الحمد لله حنا راه هاد الترجي وهذاك راه كيجيو كيدوروا في المدينه القديمه، كيدوروا الشوارع مدينه الدار البيضاء، كيمشيو لدار السلطان كيدوروا وكيشريوا وكيتصوروا معاهم الناس. حنا ما عندناش هاد العقده، ما عندناش حنا كمغاربه وكبيضاويين وكوداديين، حنا وكرجاويين، حنا كنقولوا يجيو مرحبا بهم، هذا المغرب بلد انفتاح، بلد اي حد جاهلي يجي غيجي يدي المقابله ديالو، والناس المسؤولين ديال البلاد الامن مشكورين كيقوموا بالواجب ديالهم. انا عندي واحد الرجاء، هو ان الماتشات ديال الوداد والرجاء ولا تبركان واكادير محتاجين للجماهير ديالهم، فانا نداء كنطلبوا من هنا، نبغينا ملعب مركب محمد الخامس في المقابله ديال الوداد وديال الرجاء، راه القوه الاضافيه بعد بعد اللعابه راه هو الجمهور. انا ما بغيناش نحلوا الماتشات ديال الوداد نلعبوهم في الرباط ولا مراكش، خاصه في المنافسات القاريه. انا العام اللي فات الوداد لعبات كاع المقابلات لعبناهم خارج الدار البيضاء. حسنية اكادير تلاقات مع غرين ايجلز،
الرجاء النسور الاخضر نسور الخضر رجاء افريقي الفريق اللغه الفريق من ايوا هذا فريق ما تعرفوا عليه هو نعتبر كان تلاقات مع فرقه ديال احمد احمد هي نعتبر كان تلاقى مع الفرقه ديال احمد احمد هي يمكن نقولوا جوج ديال الفروق لهم يعني مسؤولين داخل لاكاف غيتكون مقابله ند للند خاصة وأن مدغشقر بينات في كأس إفريقيا بأنها ليست خاصة وفريق السي حسن اللي هو لا يسان به لأنه طيب. فريق اللي كيخلق المفاجآت خارج ديار الرياض بعد المنافسات القارية سنرحل جميعا إلى آسفي ونتوقف عند الصراع القائم حول رئاسة عصبة عبدة كولا سي سمير كتعرف هذيك الواقعه ديال البير بين عبد الكولا ويلي هذيك معروفه هذيك واحد الحدوته يعني قديمه البير قوم ضاربين على البير وهذا تقريبا ذكرتها انا ليش في الجمله نفسها تقريبا رجعات عاوتاني واش رجعات التاريخ يعيد رجعات غير هي من بعد الناس ماشي كل شيء دابا المغرب الحمد لله ولا واحد قول لنا اش وقع في عصبه بخلاصه لكن من هنا من هذا المنبر كنقول بان المشكل اللي واقع في العصبه ماشي ديال المسيرين ماشي ديال العصاب ماشي جي يعني اللب ديالو من الناس المسيرين في الجامعه في الاول كان خرج ذاك القانون ديال 30-09 التربيه البدنيه والرياضيه اللي هو كينص على التقسيم الجهوي ديال 12 جهه 12 عصبه في 2016 في شهر 4 نورمالمون اسفير خصها تبع المرات التقسيم الجهوي الاداري جديده في شهر 4 2016 وملي خرج هذاك التقسيم كنا كنتسناو انه يدار واحد الجمع عام استثنائي اسمح لي لقات عندك الصوره اللي وراك عصبه ولا كيما كاتبين فيها لا عصبه لا والو بدون عنوان عصبه ولا ما عرفناش اش من عصبه دابا هذه عصبه الدكالة عبده سابقا اما دابا لا شيء يعني بدون عنوان ما عرفناش اش من عصبه دابا الحمد لله كنشوفوا يلاه كنقلبوا واش غنكونوا من عصبه ان شاء الله واش تتبعوا لهذه ولا لا انتبه باقي ما عرفناش دابا اللي منيه في اسفي واليسريه في جديده في مراكش في الصويره يعني ما المهم كما سبق قلت لك السي حسن دابا خرج القانون ما كان خصهم يتحلوا العصاب ويدار التقسيم الجهوي ديال 12 عصبه ونتبعوا ل 30-09 الضربه اللي خصها تاخذ من تادله على حساب فعلا لان انا سمحت سي سمير غير بالنسبه للجامعه وهذا نداء للجامعه باش العصاب يكون عندهم مقرات في المستوى راه الا حيدتي مثلا عصبه ولا جوج المقرات ديال العصاب حاليا السي حسن المقر ديال العصبه الدار البيضاء راه ماشي ديالها ماشي ديالها ولكن مهم بعض المهم مقر ولكن للاسف ديال الجامعه بعض المقرات السي حسن تلقى واحد النقطه مهمه كنتفاجئوا ان هذه المده كامله اكثر العصاب ما داروش الجمعه العامه ديالها كاسفي حتى هي دابا عصبه الدكالة عبده يلاه داروا الجمع العام ديالهم وكيتصادف الجمع العام ديالهم من وراء مصادقه اللي كانت خصها دار شحال هذه يلاه دارها رئيس الجامعه مصادقه على القوانين والانظمه اللي صادقت عليها جميع العصاب كيتزامن يعني بعد خمس ايام من وراء المصادقه عدلنا حنا الجمع العام ديال الدكالة عبده اذا هذا الجمع العام اللي دار واش تابع لعصبه الدكالة عبده ولا تابع عصبه مراكش ولا تابع عصبه تادلا عصبه جديده سطات ما عرفناش حنا راسنا في كاينين دابا ولكن في جميع الحالات انتم انتخبتوا رئيس لا انتخبنا رئيس ولكن تحت ضغوطات سمعتوا انا داير مكتب كاع لا تحت ضغوطات لان حنا شنو وقع علينا حنا بحال تنصب علينا حنا جينا للجمع العام الاول كان في اسفي كنا كنتسناو ان الرئيس غيبقى هو وغيبقى الكاتب العام علاش لان هذه الفتره الانتقاليه يستحيل انه يجي شي رئيس اخر حيت انا حنا اصلا الى كفروق وكرؤساء ممكن راه الجمع العام سيد نفسه يقدر يعطي رئيس اخر متفق معك ولكن حسب الاوضاع اللي كاينه دابا وحسب هذا الشيء اللي كاين دابا لا داك الشيء قول كنا مرتبين خوا بيكم شي وحدين كنا مرتبين ان هذه المده اللي بقات انتقاليه ديال 8 شهور ان ما يجيش شي رئيس اخر او شي كاتب عام علاش؟ باش نعرفوا راسنا في غادي معاكم في عبده وصوتوا على دكولا اقليه 8 الفرق هما اللي كاينين 8 الفرق كل شيء ما كاينش وشكون اللي من دكولا وصوت على عبده؟ صفر لا كاينين الناس مع عبده كاينين الناس مع عبده لانهم باغيين يمشيو معنا في الطرح ديال ان نبقاو في هذه المده هذه بنفس الرئيس بنفس التسيير الاداري
حتى تفوت هذه المده هذه ونعرفوا راسنا في كاين واش تابعين مراكش ولا عصبه ديال الصويره يوسفيه معلقين معلقين في هذا الوضع هذا. وفي الحقيقه هذا الشيء مؤسف. هذا التقسيم الاداري ديال الجهات دابا تقريبا سنتين باش تدخل حيز تنفيد وباقي هذا الاشكال مطروح في هذه المنطقه والمنطقه دابا باقي مطروح في هذا المنطقه يعني جد مؤسف. كان الناس يجتمعوا ويوحدوا الرؤيه ديالهم ويديروا مكتب واحد ويديروا انتخابات في اطار القانون المنظم ديال هذه العمليه ديال كانوا يتسناو غير سد هذه المرحله الانتقاليه ويديروا مكتب ويخدموا لان هذا الشيء كيعطل. دابا هذا الشيء التعطيل ديال هذا غادي هذا الموسم تقريبا ما غاديش يقدر غادي حتى النص ديالو وغادي يبعثوا ما يبداوش ما غيبداوش. دابا هما كاين صراع ديجا موجود واحد الصراع وبالتالي كي غادي يديروا هذه الفرق وكي غيدير كيفاش غادي هذيك المنطقه كلها يمكن ما يكونش فيها البطولات السنه ما غادي يكون فيها حتى شي حاجه 100%. وهذا دابا موسم ابيض تقريبا غيدوز سنه بيضاء حسب يعني حيت اكثريه الفرق ما راضينش على هذا الوضع. على زياده على ذلك ان المكتب اللي كاين دابا مكتب ما عندوش كفاءات يعني كاع الناس اللي كاينين فيه دابا اللي تختاروا من طرف الرئيس هذا ماشي ديال اتفاقيه مش عارف شي ماشي كفاءات لا كنعرفهم عن قرب حيت مازال ما خرج لا خرج تسرب تسرب ايوا تسرب رسميا رسمي رسمي الدوله الرسمي تسرب غادي تحكم على هذا الوضع هذا كيقربنا ايضا الاشكال اللي قدرت تطرح حتى في الداربي. فعلا دابا هذا المشكل اللي قال الاخوان السي اديب ولا السي سمير هو مشكل عويص. دابا حتى العصبه ديال عبد الكولا هي بالنسبه للقانون غير قانونيه لان لجنه التقسيم الجهوي خصها تكون 12 عصبه. حنا دابا اش كنديروا انا خصنا نفكوا هذا المشكل بعدا ديال العصبه. الصحراء داروا عصبه واحده. عصبه واحده ولكن هنا بقى هذا الاشكال ديال الدكولا يعني عبد الدكولا لان المشكل دابا كما قال السي سمير دابا غتكون سنه بيضاء لان واش غادي يتبعوا دابا هما واش غيتبعوا واش يتبعوا القانون الجديد ولا غادي يبقاو مسيرين في القانون القديم وهذا اشكال اخر. انا بالنسبه للجامعه خصها تشوف هذا المشكل هذا لان باش تحلو خاصو حتى هو راه خاصو واحد الوقت وخاصو ولكن قبل تبدا الكره خاص يكون هذا الشيء يعني ديال العصاب على الاقل يكون في واحد الطريقه اللي هي ديمقراطيه لا انتخاب ديال المكتب ولا ديال جميع الجهات وتكون عصبه يعني انا كنشوف خاصها تكون واحد اللجنه ديال الحكامه اي حنا كنشوفوا دابا الى جينا السفر يتبع لمراكش فعلا سي حسن لجنه حكامه وطالبت بها العصبه قبل من الجامعه وما جاوش وتجلس مع جميع ما جاوش طالبوا بها العصبه قبل من الجمع العام الاول ديال 13 تسعود وما جاوش و27 تسعود ما جاوش ما كاينش لجنه حيت كاين واحد المشكل كبير ديال هذا الشيء ديال التقسيم وهذا الشيء ديال 30 صفر تسعود والمتضررين اكثر لجنه الحكامه اللي غادي ما تخرجش من الجمع العام تتخرج بواحد التوافقات اللي هما في الصالح العام الرياضي ماشي في الصالح العام ديال شي شخص او ديال شي مدينه ولا ولكن انا اللي سمعت من خلال تتبع ديالي الاخبار ديال هذا الصراع ان حتى رئيس العصبه السابق سي كرام حتى هو عيا قال بركه لا فعلا حنا اللي طلبناه حنا اللي طلبناه انا شخصيا حنا قلنا لي تزيد هذه المده هذه انا كنقول لي شخصيا خدمتي مع هذه العصبه كانوا مشاكل كانوا حوايج ايجابيه ماشي ضده لا ضد التسيير الاداري في الاول كانوا وقعوا لي شي مشاكل ولكن قصه طويله هذه خصها ماشي كليسه خصها كليسات الا بغينا نهضروا فيها كان السبب ديالها هو رئيس الجماعه ماشي لان احنا عندنا اسفي انا نقول لك واحد النادي ومن بعد الا بغيتي ندوز معك في برنامج انا مسؤول على الكلام ديالي احنا اسفي ما كيسيروش الصحه او الرياضه او كيسيروا المنتخبون الا مشيتي للصحه كتلقى هذوك نفس الاشخاص المنتخبون وملي تيتحكموا في الصحه مشيتي للتعليم نفس الاشخاص مشيتي للرياضه ونزيدك واحد هذا اللي هي مهمه واحد النقطه دابا هذا الشيء اللي واقع دابا عندنا في العصبه داخل فيه واحد المنتخب تا هو دابا وعندي عندي عندي ما يفيد يعني ما بقاتش الرياضه دابا الاشكاليه عندنا سي حسن انا مؤسف هذا الشيء دابا هذا الشيء غادي مازال غادي يتفاقم هذه المشاكل ويمكن المشاكل تتفاقم حتى بجهات اخرين فهمتي انا دور الجامعه في هذا الباب راه مهم انا مع الاسف كنخليو الامور حتى كتتفاقم وكيبقوا الحلول ديالها كتولي صعيبه وكيكون انعكاسات ديالها كناس كناس جوج فرق قلنا اضطر فوزي قجع انه ينتقل وعلاش نتسنى كاين اللجان كاين الناس في الجامعه كيتخلصوا خصهم يقوموا بالدور ديالهم لجنه الحكماء ولا الوجهينات تكلف سيروا سيدي ديك المنطقه حلوا لي هذا المشكل جيبوه ليا ونعرضوه كي داروا في
في الجول ديال الوداد سيمانه يومين تجمعوا جاوا حكموا على هذا استعجاليه هذا مشكل اللي كيخص جهه عزيزه في هذه في المنطقه ديالنا ويمكن تكون شي جهات اخرين والناس كاع ما كاينين هنا حتى يتفاقم هذا الشيء ولي الصراعات ولي في هذاك الشيء عادي نود السيل قجع ومن معاه عادي نود يتحركوا يلا سي سمير سي اديب بعجاله نكمل الكلام ديالك اللي قلتي فعلا كله عندك يعني صحيح 100% القانون اللي جا ديال 30/09 سبحان الله العظيم ظاهره صحيه وغادي يحيي جميع المشاكل اللي كاينه وغيفصل ما بين السياسه وما بين الرياضه لكن باقي ما تطبقش ما شكون هو المسؤول هنا فين كاين الخله كما تقول ولكن شكون نهار يطبق هذا القانون هذا القانون اللي كتلح على تنزيله هي وزاره الشباب والرياضه عندها مندوبيات عندها مندوبين واش هذا المندوب ما كانش حاضر للجمعه العامه لانه هو شنو هي المهمه ديالو هو الحرص على تطبيق القانون ويمثل وزير الشباب الى ما كانش الى او يمثل وزير الشباب في المنطقه ويمثل الحكومه كيحضر السي حسن حاضر شنو هو التقرير ديالو حاضر عضو من الشباب والرياضه حضر معنا ولكن ما كاينش شي تدخل ما كاين والو كاين حتى حاجه طيب غادي نطويو صفحه الصراع الابدي بين عبد الدكاله ونختموا في محطه ثالثه واخيره كالعادة تدوينة مثيرة للجدل هذه المرة تتعلق بالمنتخب المحلي أرجع عندك أديب تدوينة مثيرة للجدل هذه المرة من باعيو حارس ديال الجيش الملكي وحارس ديال الرجاء البيضاوي سابقا والكوكب سابقا كانت تراجت أخبار على أنه يرفض أو يحتج على عدم المنادات عليه المنتخب المغربي ينفي نفيا قاطعا القضيه وكيقول انه حارس يبقى دائما رهن اشاره المنتخب الوطني في اي لحظه. فعلا هذا الكلام حنا سمعنا هذا الكلام ولكن ما كاينش شي استدعاء انه اللائحه اللي دار السي عموته المدرب ديال المنتخب المحلي ما كانش فيها الاسم ديال حارس باعيو حارس فريق الجيش الملكي وبالتالي ما كانش الدعوه توجهت له مباشره راه ما كاينش كلام كيقول حتى الصوره اللي كانت في انستغرام ماشي ديالو مزيف هو ينبه الناس لان هذاك الانستغرام لاي خبر فيه راه ماشي ديالو ما كيتعلقش به الى اخره انا اعتقد هاد الظاهره ديال هادشي كل ما يتم اللي كيدار عبر المواقع الاجتماعيه بمختلف انواعها بعض المصادر ما كتكون صحيحه وبالتالي كتخلق بلبلة خاويه وكتخلق مشاكل يعني ما غير صحيحه ويمكن تاثر على ذاك اللاعب دابا هذا اللاعب دابا يلا بدا مع الجيش ودار مقابله كبيره ضد الحمانه نهار الماتش ديال الوداد والجيش هنايا وعنده مستقبل حتى هو في باش يكون حارس ضمن المنتخب المحلي ولما المنتخب هذا ولكن اللي كيجي دابا السيد بدايه ديال الموسم الرياضي وغادي تخلق لي هذا المشكل خاوي بالتالي هذا ماشي في صالح مجموعه ديال اللاعبين ماشي غير هذا يمكن غدا تخلق لاعب اخر وهادشي غير سمير صحيح سمير باعيو هذا لعب في الفئه الصغرى الرجاء وفي الاخير الرجاء ولات كتقلب عليه باش تشريه كيفاش كتشوف هذه القضيه ماشي هادشي راه ماشي على الرجاء هذا نقدروا نتكلموا عليه مابقاش يلعب في الفئه الصغرى ديال الوداد وفي الاخر الوداد دابا نقدروا نتكلموا عليه بصراحه دابا كاع الفروق تقريبا اللي هي معروفه في المغرب القسم الاول خاصه كيديروا واحد الطريقه كيكون عندهم مشل ديال اللاعبين هذاك المشل ديال اللاعبين باش نهضروا بصراحه ما خصها ما كتغطاش الشمس بالغربال كيكون عندهم ذاك المشل اللاعب اللي كينضج كيوصل للامال كيبان كتحط عليه العيون باش ياخذوا الفريق الاول كياخذوا كيقول لك هذا ديالي الا خديته يتقام عليا رخيص خص كاين مسائل تما يعني داخليه وسط كما كيقولوا يعني مطبوخه كيهزوا خمسه لعابه ولا سته ولا بحال اللي الراجا مؤخرا عطاو للراك عطاو للبرشيد يعني باينه هذوك اللعابه كاملين هما اللي طلعوا الراك وطلعوا برشيد اسفي اولمبيك اسفي انا تنشوف لاعبين مرموقين في امال ما كيلعبوهمش كيمساكن اما كيمشيو يخرجوا برا المغرب اما كيمشيو يقلبوا على راسهم في هذا الشيء كي قال السي الاخوان هذه الظاهره هذه كاينه خصوصا عند فرق ديال الدار البيضاء اللعابه كيكونوا جايين في واحد المسار ديالهم اللي كيوصلوا لواحد المرحله كيكون عنده جوج ديال الخيارات يا اما يصبر الى قدر يلقى المكانه ديالو فرق ديال الدار البيضاء كتلعب على الالقاب الجمهور ما كينتظرش كيتهضرش دوك اللعابه الصغار كتلعب على النتائج كاين ضغط
المسؤولين ديال الفرق خصهم يكونوا عندهم لعابه بارزين باش يحققوا الالقاب ويرضيوا الجماهير ديالهم. هذوك اللعابه اللي كيكونوا في الامال كيكونوا مكلفين، هذاك المسؤول تيقول هذا غنكلف ليا غيبقى محسوب عليا وغنخلصو كيشدو كيعطيه شي فريق اخر. واخا قبل من ساليو لا بد من اشاره لواحد استقبال دارته السفاره والقنصليه ديال الولايات المتحده الامريكيه بالدار البيضاء للفريق رحال. فريق رحال اللي كما كتعرف اديب كان فاز بواحد الدوري في الولايات المتحده الامريكيه. احد الضيوف كانوا معنا هنا تساءل واستغرب لغياب عصبه الدار البيضاء. العصبه ارسلت لنا صوره هي اللي وراكم، صوره ديال السي خالد الصبوحي. خالد الصبوحي اللي متواجد في هذا المكان نيابه عن العصبه، وحنا كندوزوا هذه الصوره احتراما للعصبه ايضا واحتراما للحقيقه ايضا. الحقيقه هو السي حسن سمحتي بالنسبه للعصبه الدار البيضاء الكبرى هي دائما سباقه هاد المشاكل. والسي خالد الصبوحي حضر في هاد الدوري هذا وفي هاد التكريم هذا وعطات العصبه يعني واحد الكلمه ديالها. لا هنا غير ديال التويج. لا حضر احتفال. غير احتفال وعطى الكلمه ديال العصبه وتكلم وقال لهم سيدي العصبه ديما حضر العصبه. داكشي اللي قالت لنا العصبه راه حنا فعلا وصلنا للنهايه باختصار. انا في هذه المناسبه كنهنئ نادي رحال على هذا التتويج بهذا الكاس الغاليه اللي خصها انهم يجيو الامريكان وشرفونا وشرفوا شرف المغاربه كاملين والمجهود اللي كيبذلوا السي عبد الواحد رحال مشكور عليه. شكرا. الله يجازيه بخير. شكرا اديب. شكرا سمير. نتمنوا ان الغيوم ان شاء الله تغيب يا ربي امين. شكرا لك سي ديدي. نتمنى نشوفك معنا اخرى في موضوع اخر للموضوع ديال المناديب. شكرا سي حسن. وبهذا كنوصل لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم جلسة رياضية. نتلاقاو معكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت على نفس القناة بحضور ضيوف جدد وبمواضيع جديدة. إلى ذلك الحين لكم من يوم انتقى من برنامج طيب المنى. إلى اللقاء.